نحن الواحد والثانيين معركة زحلي في 2 نيسان 1981 حيث واجه حوالي 100 عنصر من القوات اللبنانية قصف المدافع والمدرعات السورية التي حاصرت المدينة وهجمتها بضراوة من جميع المحاور من دون أن تتمكن من اختراق خطوطها الدفاعية. وكانت ثمة معارك أخرى لا تقل شراسة عن معارك زحلي تجري في الوقت نفسه في أعالي صنين لم يتوانى فيها الجيش السوري عن استعمال طوافاته العسكرية لدعم قواته في مهاجمة مواقع القوات اللبنانية. بدنا نوجه كلمة لشقفة منا بعيدة عنا اليوم، لشقفة منا عم تتعرض لتنكيل، لتهديد، عم تتعرض لتصفية، عم تتعرض لإزالة من الوجود، وعم تتعرض على يد برابرة ونار، على محاولة إبادة، على محاولة تصفية، ولمحاولة تهجير. بهالمناسبة كلمة تقدير وكلمة تحية لصمود زحلي بهالمرحلة الصعبة يلي زحلي عم تمرق فيها. من هون ما بنقدر نسمح لنفسنا أبدا بأي طريقة من الطرق وبأي صورة من الصور إنه زحلي تتعرض لأي انتكاسة وزحلي تتعرض لأي انكسار. الحركة كانت منا هينة، دامت 90 يوم، 90 يوم من القتال، من القتال اليومي. وقفوا فيها الزحالنة بشكل رائع، بصمود رائع. نحنا كنا 120 شاب من بيروت طالعين لعندهم، بس 5000 مقاتل اللي كانوا عم بيقاتلوا كانوا من شباب زحلة. أثبتوا صمود رائع الشباب فعلا. وبتصور أنا بتضل بذكراهم هالمعركة هيدي إلى الأبد، لازم، لأنه طبعة زحلة بمقاومة رائعة فعلا. نتوجه معا إلى رفاق سقطوا شهداء أثناء المعركة وسقوا تراب زحلة والبقاع والجبل. وزحل التي عصرتم دماءكم من أجل سيادتها تعصر اليوم ما تبقى من عناقيد دواليها لتشرب نخبكم معنا. عاشت المقاومة اللبنانية، عاشت زحل، ويحيى لبنان. حرب زحلي التي حقق خلالها نصرا سياسيا لافتا فتح أمامه أبواب العواصم العالمية. أنا مرشح للرئاسة، أنا ترشيحي منه منورة. وبالفعل انتخب رئيسا في 23 آب 1982، فاستبشر اللبنانيون خيرا وقامت الدولة الحلم لمدة 22 يوما قبل أن تهتز على وقع الانفجار الآثم في بيت الكتائب في الأشرفية، فسقط الرئيس المؤسس شهيدا لكل لبنان. أنا برأيي انه السوريين قتلوا بشير اسماعيل. طبعا اللبنانيين اللي ضد كانوا الأداة وماني ضد. حاول المتآمرون اسقاط القوات اللبنانية بالضربة القاضية باغتيال الرئيس بشير الجميل، غير أنهم لم ينجحوا،
واستمرت القوات اللبنانية بقيادة المهندس فادي فران ثم الدكتور فؤاد أبو ناظر. فالسيد إليح بيئة الذي عرفت معه القوات اللبنانية مرحلة حرجة في تاريخها من خلال ما عرف بالاتفاق الثلاثي. لكن المؤسسة التي أنشئت لتكون مؤسسة نحو المستقبل انتفضت كطائر الفينيق بعد أكثر من 3 سنوات من الانقلابات والانتفاضات الداخلية أعقبت اغتيال مؤسسها، فأسقطت بقيادة قائدها الجديد الدكتور سمير جعجع الاتفاق الثلاثي السوري المولد والهوية، وذلك في انتفاضة 15 كانون الثاني 1986. وكان السوري يريد من وراء هذا الاتفاق المشبوه إحكام قبضته على لبنان وإنهاء ما تبقى فيه من مساحة للحرية. مسيحيين كنتم أم مسلمين، مهما كان المتعاملون مع سوريا كسر فالمقاومون أكثر، ومهما كان التصميم السوري في لبنان دقيقا فتصميمنا أدق، ومهما كانت إرادة السوريين صلبة فإرادتنا أصلب، ومهما كان السوريون في لبنان أقوياء فاللبنانيون أقوى. أيها السوريون ارفعوا أيديكم عن لبنان، وإلا رفعناها بكل ما أوتينا من قوة، ما من صاحب حق إلا ويؤتى حقه ولو بعد حين. بعد تدرجه في المسؤوليات الحزبية وانتقاله من المسؤولية العسكرية عن الجبهة الشمالية إلى قيادة القوات اللبنانية، أصبح سمير جعجع ربان السفينة الذي تحمل مسؤولية المناطق الحرة من لبنان بكل حكمة وتفان. واجهت القوات من جديد امتحانا عسيرا آخر تمثل في اعتبار سلاحها غير شرعي، وعرفت المناطق المحررة آنذاك أحداثا مريرة في 14 شباط 1989 انتهت سريعا بوساطات محلية وعربية. أعلن بعدها العماد عون فورا حرب التحرير ضد الجيش السوري، وكان بديهيا أن تؤيد القوات هذه الحرب وتشارك فيها، وهي التي جعلت هدفها الأول منذ نشأتها تحرير لبنان من كل محتل، وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء. أما الحرب الأعنف فكانت حرب الإلغاء التي كانت نتيجتها تدمير ما أنجزته القوات اللبنانية خلال 15 عاما من تدعيم لقوة المسيحيين وموقعهم في لبنان في انتظار حل شامل للمسألة اللبنانية. من بعد كل هالمعاناة، من بعد كل هالعذاب اللي تحملناه نحن والناس سوا، ما بقدر بتصور انه ترجع تتشكل هيك حكومة. فمن هالمنطلق اكيد ما رح نشترك بالحكومة الحالية، ومن هلا بعلن استقالتي من الحكومة.